وبنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا النهارده. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي نجوم الكبار كابتن شريف، كابتن علاء، وكابتن اسامه، وكابتن عادل. كابتن ناصر، كابتن ناصر، عايزين نتكلم في البدايه قبل ما نقيم تحكيم النهارده على الاخطاء التحكيميه وتاثيرها من بدري على مراكز الفرق، وعلى كمان انا كلاعب وانا كنادي شايف ظلم تحكيمي من البدايه، فمش هسكت. الوضع الطبيعي مش هسكت. ايه دور لجنه الحكام وايه دور اتحاد الكوره؟ تمام كابتن ايمن، مش هنقول كمان بس لجنه الحكام عندنا في مصر ولا اتحاد الكوره في مصر، هنتكلم على الاتحاد الدولي والاتحادات الاهليه كلها بتسعى لتقليل اخطاء التحكيم. كويس. وده من خلال الكورسات اللي بتتعمل، ولجنه الحكام ايضا بتعمل الكلام دوت. يمكن اخر معسكر كان موجود في التحليل الفني، لجنه الحكام اجتمعت بالحكام على فكره كابتن ايمن. كويس. وحللت الحالات التحكيميه لمده 4 أسابيع فاتوا كابتن، بما فيهم الفار. بما فيهم الفار. المفاجاه كمان هم كمان كانوا بيجيبوا المحادثات اللي كانت بتتم ما بين الفار وبين الحكم عشان يشوفوا مين يعني لو في اخطاء من مين بالظبط، عشان يقدروا ان هم يطوروا من اداء التحكيم في مصر. وبالتالي انا شايف ان هي التجربه عندنا جديده. وهنا يمكن لجنه الحكام ليها دور كبير جدا في ان هي تبتدي تدرب الحكام وتبتدي تقف على الاخطاء كابتن ايمن اللي هي تؤثر في نتائج المباراه. الناس شغاله بشكل كويس، واعتقد النهارده يمكن عندنا في الجدول الاسبوعين دولت او الاسبوع دوت كان التحكيم ماشي بشكل افضل، نتيجه ان الاخطاء اللي تبقى موجوده في المباراه اللي سابقه بيتم تعديلها وتحليلها من قبل لجنه الحكام. كويس. سؤال ثاني معلش واخير خلاص قبل ما حضرتك تخش في الموضوع. انا دلوقتي يا كابتن دوري كحكم، انا بقول مثلا ان الراجل ده اعترض عليا بصوره غير لائقه او بصوره لائقه واتكلم تجاوز. كويس. طيب انا دلوقتي لما بيجي لي تقرير زي ده وقبل ما اخد قرار مش لازم اعمل تحقيق في اللي قاله الحكم؟ بالظبط. لا، هو بيحصل كالاتي كابتن. هو في مراقب المسابقات وحكم المباراه. كويس. تمام. كويس. هو المفترض ان الحكم بيكتب تقرير سواء كان في احداث قبل او اثناء او بعد المباراه. كويس. بيكتب الكلام دوت في تقريره وبيسلمه لجنه الحكام، وبالتالي ايضا في تقرير من مراقب المسابقات بيسلمه للاتحاد الكوره. كويس. وهنا حتى لو في حدث كبير وفي عقوبه كبيره، من الممكن ان هنا يعني يبقى في تحقيق طبعا او هل الكلام ده حصل او ما حصلش، لكن في الاول خالص هم بياخدوا بتقرير حكم المباراه وتقرير مراقب المسابقه. دي 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 حاجه مهمه جدا. ولكن انا عايز اقول لك كابتن ايمن ان التحكيم دايما دايما لابد ان هو يطور نفسه بنفسه، واحنا قلنا دايما المسابقه عندنا مسابقه كبيره ودوري داخل في مرحله صعبه جدا، محتاجين الحكام تهتم وتركز وتشتغل على نفسها كويس قوي قوي قوي، لان لجنه الحكام مش هتشتغل نفسها. لجنه الحكام محتاجه حكام تنجح لجنه الحكام، وبالتالي هنا شايف النهارده المباراه، اعتقد النهارده محمد عادل ادار المباراه بكفاءه كابتن عادل. لا تدخل للفار، يمكن كان في تفاهم ما بين الفار وتفاهم ما بين حكم المباراه. بقول محمد عادل النهارده اشتغل بحاجه جميله جدا جدا كابتن ايمن، وهو ميزان او معيار احتساب المخالفات كان واحد، سواء كان على فريق النادي الاهلي او فريق الانتاج. احتساب المخالفات ده اللي احنا بنقوله للحكام دايما، خلي معيارك في احتساب المخالفات وتقديرك للعقوبات الانضباطيه واحد. ده هنشوفه من خلال الحالات. كمان النهارده الفار كان محمد احمد عباس مايو شير بمايو، ادى النهارده مع ابراهيم محجوب، كان هناك تفاهم ما بين حكام الميدان وحكام الفار. هنا عندنا الحكام كان محمد عادل الحكم الدولي، هو كان حكم الميدان، مساعد رقم واحد احمد توفيق طلب من منطقه البحيره وحكم مساعد متميز، وكان مساعد رقم اثنين رجب محمد من منطقه الفيوم، محمود رشدي كان من منطقه الوادي الجديد، كان الحكم الرابع، كان على الفار محمد عباس مايو وكان ابراهيم محجوب. هنروح للحاله الاولى كابتن ايمن ونشوف حاله من الحالات المهمه. هنا في تاكلينج معمول، ونشوف هنا مطالبة من نادي الإنتاج بمخالفة داخل الصندوق. شوف هنا التاكلينج معمول، هنا نجح واستخلص الكرة بشكل صحيح بدون ارتكاب أي مخالفة، وبعد كده الكرة بتروح تصطدم في الإيد معايا كابتن أيمن هنا معاك. الإيد هنا ولا مكبرة ولا خارجة ولا في أي مخالفة من مخالفات لمس الكرة باليد، وبالتالي هنا محمد عادل نتيجة الفهم الجيد للقانون، خلي بالك دي مهمة جدا، صح، ونتيجة البحث عن التفاصيل
فخلى اللعبه توصل ويستمر، وبالتالي هنا الفار عمل له كونفيرم على القرار، وبالتالي هنا دي حاله من الحالات المهمه اللي كان محمد خد فيها القرار بقرار صحيح. نروح للحاله الثانيه. شوف هنا اللعبه دي على فكره يمكن ما حدش خد باله منها قوي قوي قوي، بنالتي، خلي بالك هنا في ركله جزاء صح، يعني هنلاحظ كده من خلال الحاله. شوف الاول بس الباص، الباص معمول الاول من هنا، نقف هنا طبعا موقف النادي الاهلي، اللعيبه هنا سلام 100%. ونروح نشوف هنا كابتن ايمن، بس كويس ان راحت لعلي معلول، ما انا هقول جابها جول، ما جابهاش جول يا كابتن، حاول ما انا هقول هقول حاله من الحالات مهمه جدا هنشوف بس في الاعاده هنا. حارس المرمى لو بالكوع الايد الشمال هتلاقي هنا في اعاقه صح، الاعاقه موجوده هنا، استلم تمام ماشي نمشي وداس على الكره، وهنا بص الايد الشمال هنا كابتن لطشت في الرجل. اي لطشه وانت جاي بسرعتك كابتن شريف مفيش كلام لازم تقع، وبالتالي هنا ايه يمكن محمد عادل ما خدش باله قوي كابتن عادل، مظبوط ايوه، حظه راحت لعلي معلول مره واحده حطها جول. بس طيب. لو لو ما كانتش جت جول كان الفار هيكلمه، ده اللي انا عاوز اقوله. هنا الفار بيعمل تشيك على الكره ديت، هو شيك فعلا على الكره، وبالتالي ما كانتش جت جول كان هيقف ويستنى، مزبوط. والفار يعمل تشيك ويبعت له، وكان ركله جزاء كانت هتبقى ركله جزاء صح، مظبوط. عشان كده بقول ايه، هنا الفار كان له دور كبير، محمد عباس مايو هنا طالما جت هدف كابتن ايمن سمح باستمرار اللعب وكان عمل تاكيد للهدف، مظبوط. الحاله الثالثه هنشوفها هنا، الكل هنا قال ان هناك تسلل على بواليا، ونشوف الزاويه اللي جايه من الجنب ناحيه المساعد، نشوف هنا ماشي نمشي بعيده خالص، تمرير وراجل جاي موقف سليم تماما، وهنا الحكم مساعد احمد توفيق طلب. طبعا هي حاله سهله، ولكن انا بس جبت الحاله من الاول ان كل اتخض قال اللاعب راح لوحده، ولكن هنا طبعا الحاله هنا حاله من الحالات السليمه عن المساعد رقم واحد. نشوف حاله بعد كده، هنا تم احتساب مخالفة لمس الكرة باليد، نشوف تاني المخالفة، نشوف المخالفة تاني في الإيد، وهل الإيد في وضع طبيعي ولا خرجت عن نطاق الجسم؟ نشوف كابتن هنا الإيد خرجت خلاص، ده المفهوم اللي احنا عاوزين نوصله للحكام ونوصله للناس المشاهدين، هنا الإيد خرجت وبالتالي هنا كبرت محيط الجسم، وبالتالي هنا مخالفة لمس الكرة باليد. في بعض الناس تقول لك الله طب هو أنا ما اداش إنذار ليه؟ للاعب نادي الأهلي. لو انا هرجع تاني لللايف بتاع الحاله بنقول الانذار تعطيل عقوبة الواعد، لو احنا الكره دي اتعملت عرضيه، هرجع تاني كده لحظه التمرير. طب يا كابتن عايز اسالك هنا سؤال. نقف بس نقف، اتفضل يا كابتن اسامه. المسافه هنا مش القريبه دي هل تحتسب ولا تحتسب قرب المسافه؟ بص كابتن النهارده المعيار احتساب المخالفه لمس الكره بيد هو الايد صح. هو الذراع، هل الذراع كابتن اسامه واخد محيط او مكبر الجسم ولا لا؟ ده المعيار الاساسي رقم واحد. ده المعيار عندنا الايد. الايد هل هي الايد في وضع طبيعي ولا مش في وضع طبيعي؟ صح. وهنا شاف ان هي دي هنا مش وضع طبيعي. انا بتكلم في حاجه مهمه جدا، هو هنا كان ممكن يدي انذار ولا ما يديش؟ يدي انذار في حاله واحده بس كابتن علاء، لو الباص ده معمول لواحد زميله كان ممكن يعدي ويجيب هدف، ولكن هنا باص معمول عرضي هتلاقي ايه نسبه اللاعبين ممكن هنا ده ياخد وده ياخد، وبالتالي هنا اكتفى باختساب المخالفه، وده فهم جيد للقانون لمحمد عادل وما اشهرش بطاقه الصفراء في هذه الحاله. ولو رايح يجيب جول واحد منفرد زميله، لو رايح لو الباص ده راح لزميله وهيعدي كان هنا لابد ان هو يدي فيها بطاقه صفراء، ولكن هنا معموله بس. عرضي نعم يعني بطاقه صفراء بس، ما هي بتبقى هجوم واعد يا كابتن شريف، مش فرصه واضحه لتسجيل هدف. الحالة اللي جاية نشوف هنشوف هنا في مخالفة تم احتسابها على مهاجم نادي الانتاج باسم مرسي، ونشوف هنا تصرف الحكم وفهمه للقانون يا كابتن. دي زي بتاعت ماتش اللي فات يا كابتن. شوف هنا الحالة هنا ستوب، هنا هو هنا الشناوي عنده فهم وعنده نفس الشيء، هنا بيعمل الباص للاعيبه النادي الاهلي اللي هم ممكن يروحوا بهجوم واعد بالظبط، هنا في تعطيل للعب بالظبط. هنا محمد عادل عمل ايه يا كابتن ايمن؟ نشوف محمد عادل القرار بتاعه كان ايه؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، قال المعيار كان ده اللي كان لازم ياخده محمد يوسف الماتش اللي فات، المعيار ده المعيار احنا متفقين هنا. الحاله هنا كابتن عادل ايه؟ هنا ايه الحاله تاني؟ هنا تعطيل هجوم، وبالتالي هنا محمد عادل عنده فهم جيد للقانون، طبق القانون بشكل صحيح.
هعمل مقارنة تانية بحالة تانية، ودي حالة تعليمية للتدريس الكابتن أيمن للحكام. شوف الحالة اللي بعد كده، هنا دي حالة المباراة السابقة، ونشوف مباراة سيراميكا. أيوة. ونشوف هنا الحالة ديت بالظبط. نشوف الحالة تاني، هنا لاعب المهاجم عطل اللعب، والشناوي طبعا هو بيعترض على اساس ان كان في اكتر من لاعب من النادي الاهلي كان موجود في التلت الهجومي، وبالتالي كان عنده امكانيه ان هو يجيب هدف. نشوف تاني هنا، والايد هنا طبعا عطلت اللعب، وهنا شوف هنا ادى انذار للشناوي. طب يا كابتن، لو يعني زي ما بعض اللعيبه بتعمل، مش هيحط ايده او رجله بس هيعمل اللي هي التحليقه دي كده. التحليقه دي برافو عليك، احنا بنتكلم فيها يا كابتن. هنا الشناوي بيعمل باص بايديه رايح لاربع ثلاث لعيبه النادي الاهلي، هيعمل كونتر اتاك، رايحين يعملوا هجوم واحد. هنا الراجل ده عطل اللعب، وبالتالي يستحق البطاقه الصفراء. لو انا بقى بحاول ان انا اقف قدام الحارس وشايف ان اللعيبه الكره مش هتروح لحد من الزملاء اللاعب، بالتالي ممكن احتسب المخالفه بدون الانذار. بقول لك يا كابتن، معلش بعد اذن حضرتك، تمام. ايه حكايه الموضه بتاعت لما تيجي تديني انذار ايدي؟ مش كان كده زمان، ولا انا متهيالي، ولا قلت في عندنا حاجه جميله جدا بتتكلم في طريقه اشهار الكارت. دي مهمه جدا جدا يا كابتن ايمن، ودي برضك انت كويس انت حضرتك قلتها. انت بتيجي تشهر الكارت لابد ان يكون في ستايل، واشهار الكارت لابد ان يكون ليه وضعيه معينه. فنتمنى طبعا ان الناس تاخد الملحوظه الجميله ديت. انا هنا عامل مقارنه تاني، يلا خلينا نشوف هنا نفس اللعبتين. هنا طبعا الفريق الاعداد المحترم، هنا اللعبه هنا في ماتش اليوم، وهنا اللعبه في المباراه السابقه. نشوف هنا الحكم تصرف في اللعبه الحاليه، محمد عادل ومحمد يوسف. طبعا اختلاف المعايير، احنا بنتكلم برضه الاتحاد الدولي والاتحادات الاهليه ولجان الحكام كابتن عادل بتسعى ل بنقول ايه، توحيد القرارات التحكيميه. توحيد القرارات التحكيميه، انا النهارده من خلال الحالتين بوحد القرارات التحكيميه لحكامنا، بنقول ان هذه الحاله عندما يكون هناك تعطيل الهجوم الواعد لابد يكون الانذار في كل الحالات واحد. طبعا تاني بقول طاقم التحكيم النهارده كان ادى مباراه بكفاءه. النادي الاهلي النهارده اداؤه فوق الامتياز. الشوط الثاني خاصه كان مساحات اللعب موجوده، التزام اللاعبين سواء من النادي الاهلي او من الانتاج الحربي، ادوا الحكام ثقه ورفعوا الضغوط عن طاقم التحكيم. لما تكون المباراه سهله بتلاقي الحكام النهارده بتادي بشكل كويس. نتمنى طبعا للتحكيم ولجنه الحكام اللي اداء دوت يكون مستمر في الفتره القادمه. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن على امتعتنا. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والانتاج الحربي، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-1. ألف مبروك للنادي الأهلي، وبالتوفيق دائما إن شاء الله في المباريات القادمة. نشكر نجومنا الكبار اللي أمتعونا النهاردة وشرفونا، كابتن شريف عبد المنعم، ألف شكر كابتن، نورتنا وشرفتنا وأمتعتنا. نشكرك كابتن أيمن، وبشكر الكباتن، وألف مبروك وعقبال اللي جاي إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. كابتن وسام عرابي، أمتعتنا كالعادة، ألف شكر كابتن وسام. شكرا ليك، وألف مبروك للنادي الأهلي وعقبال اللي جاي إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. الموهوب كابتن علاء ميهوب، ألف شكر، أمتعتنا كابتن علاء. أشكرك أيمن، مبروك النادي الأهلي، ودائما إن شاء الله الانتصارات على طول. فيلسوفنا كابتن عادل عبد الرحمن، امتعتنا يا كابتن عادل. الله يخليك كابتن، ومبروك للنادي الاهلي، واداء جيد تاني شوط بقالنا مباراتين. ان شاء الله المباراه كلها تبقى باذن الله التواصل ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.